رحيم، اليوم الأربعاء الموافق 7/4/2021. اليوم يا جماعة رحين نبدأ في تشابتر جديد، ألا وهو السيركيولاتوري سيستم. رحين نتحدث مينلي عن الهارت، عن البلد، ونتحدث عن البلد فيزلز. أوكي، خلوني أنا أجيب قلم. دقيقة. اوكي، نبلش نبدأ. الآن يا جماعة في بتتكلم functions and components of the circulatory system. طيب، خلينا نحكي شوي عن circulatory system. نبدأ الحديث عنها. circulatory system. اوكي، نتحدث شوي عن السيركيولاتوري سيستم. طيب، شو هم السيركيولاتوري سيستم اللي موجوده في الهيومن بودي؟ الهيومن بودي في عندي السيركيوليشن، بيصير داخل الجسم. ايش هي السيركيوليشن؟ السيركيوليشن المقصود فيها نقل المواد داخل جميع انحاء الجسم، هي دورات بتصير داخل الجسم. الآن حكوا عنا two circulation موجودة في الجسم. الأولى سموها cardio vascular system. ليش هذا مش راضي يكتب؟ مش راضي يكتب يا جماعة. لحظة شوي. مش راضي بطل يكتب. ليش؟ دقيقة، قلم بطل يكتب، في مشكلة صايرة. ايش هي؟ مش عارفين. لحظة شوي. بالله ما في وصلة. ليش مش راضي؟ خليني احاول. لحظة يا جماعة خليكم معي. طب معلش ننتظر شوي يا جماعة، خليني أحل مشكلة القلم تبع كتابي هذا في شمالك، يعني بدون كتاب تكون أمور أصعب. خليني أحاول أحل هاي المشكلة. في مشكلة صاير، أنا مش عارف شو هي. أوكي، لحظة شوي علي. شو سببها؟ مش عارف. حتى الكهرباء مش راضي توصل للجهاز. في عندنا مشكلة بالجامعة بالكهرباء. طب خليني أطلع منه يا جماعة، استنوا شوي. خليني أطلع، خليني أعمل كله مرة ثانية. أشوف هيك كيف تزبط. خليكم معي إذا سمحتم، في مشكلة في الجهاز. نعمل هيك مرة ثانية، لأنه أنا بحب أعتمد على الرسم في التفهيم أكثر من الكلام، فبضطر أستخدم القلم هذا. نعم، هي بلش يكتب.
اوكي طيب، حكينا السيركيوليتوري سيستم يا جماعه. في عندنا دورتين في الجسم بتصير فيها السيركيوليشن. الاولى سميناها كارديو فاسكولار سيستم، كارديو فاسكولار سيستم، والمقصود فيها كالاتي: الهارت كبمب، والبلد فيزلز الاوعيه الدمويه اللي بيمشي فيها الدم، والبلد نفسه. هاي كلها سيركيوليشن تصير جوات الجسم، هاي نعتبرها تحت مظلة السيركيولاتوري سيستم. أيضا في عندي دورة أخرى بنفس عملية الكارديو فاسكولار بتصير في الجسم، اللي هي بسموها ليمفاتيك سيستم. ليمفاتيك سيستم كذلك عبارة عن أورجانز زي السبلين، طحال شابك معه ليمفاتيك فيزلز، ليمفاتيك فيزلز أوعية لمفاوية زيها زي البلد فيزلز بتدور حوالين الدم. في عندي أيضا الليمف نود، العقد اللمفاوية اللي هي هنا موجودة في أنحاء الجسم، شابكة مع البلد فيزلز بتلف أو بتعمل سيركوليشن حول الجسم. أيضا عندي التون سيلز شابكة معهم، اللوز هنا شابكة مع الفيزلز هاي، بالإضافة للسائل اللي بيمشي فيها حتى نميزه عن البلازما بنسميه الليمف. فهذول عندي تو سيركوليشن موجودات في الجسم. طيب هاي السيركوليتوري سيستم زي الكارديو فاسكولار سيستم والليمفاتيك سيستم، شو وظائفها في الجسم؟ ليش هي موجودة يا جماعة؟ شو أهميتها؟ قالوا أهميتها أول إشي من أهم وظائف السيركولاتوري سيستم الترانسبورتيشن، النقل، الريجوليشن، البروتكشن، الحماية. طب شو دور السيركولاتوري سيستم في الترانسبورتيشن؟ خلينا نشوف. الآن كل المواد الغذائية، كل الاسنشال سبستانسز، كل المواد المهمة لوظائف الخلية للسيلولار ميتابوليزم لازم يتم نقلها في الجسم، بتم عبر السيركولاتوري سيستم. زي إيش؟ لترانسبورتيشن، شو هي نقل هاي المواد؟ زي مثلا مسألة الريسبيراتوري سيستم اللي هو الريد بلاد سيل. الريد بلاد سيلز يا جماعة في الجسم تنقل الأكسجين، والأكسجين مهم لديمومة حياة الخلية، فهي تعتبر نوع من أنواع السيركوليشن. الريد بلاد سيلز يعني الريسبيراتوري سيستم في نقل الأكسجين والتخلص من الكربون دايوكسيد. ايضا النيوتريتيف، الغذاء اللي احنا بناخذه بيتم هضمه ونقله الى الدم، والدم بنقله لجميع انحاء الجسم. هاي تعتبر عمليه مهمه في الترانسبورتيشن للسيركيوليتوري سيستم، بانه بنقل المواد الغذائيه لكل الخلايا في الجسم. الاكسكريتوري، نعم نقل الفضلات، الفضلات اللي بتم خروجها من الخليه لازم تمر عبر الدم وتروح إما للكيدني أو بتروح إلى اللنجز حتى يتخلص من CO2، أو الكيدني حتى يتخلص من فضلات الخلية. فهاي بدها نقل، النقل بتتم عبر الترانسبورتيشن للسيركولاتوري سيستم، ونتخلص من خلالها من الميتابوليك ويست، هذا اسمه اكسكريتوري، تخلص من الفضلات. أمثل عليها اليوريا، اليوريا طبعا هو عبارة عن مادة يتم التخلص منها من الكدني ناتج عن أكل اللحوم، فضلات اللحوم في الخلية، ناتج عن فضلات الأمينو أسيد الزائدة في الجسم تتحول إلى يوريا بحولها الليفر. طيب ريجوليشن، كيف السيركولاتوري سيستم تلعب دور في الريجوليشن؟ بأنه بتنقل الهرمون، والهرمونز بتتحكم في البادي. الهرمون وظيفتها هي بتعمل كنترولينج للبادي، بتعمل له ريجوليشن للبادي سيستم او بادي اورجانز. ايضا التمبريتشر، البلد داخل الفيزلز، كل ما زاد سرعه البلد داخل الفيزلز كل ما تخلصت من الحراره الزائده في جسمي من الهيت، وكل ما كان مرور البلد داخل الفيزلز ابطا كل ما انا حافظت على الحراره في حاله البروده. فهنا انا من خلال السيركيولاتوري سيستم بتحكم، بعمل ريجوليشن للتمبريتشر.
طيب بروتكشن، كيف السيركيلاتوري سيستم تلعب دور في البروتكشن؟ بأنها تحتوي، الدم بيحتوي على بليتليت، بليتليت هاي البليتليت جواتها إذا صار أي نزيف بليدنج، نزيف فروج الدم، تيجي البليتليت وتتراكم تعمل كلوت، تكتل على مكان النزيف وبتعمل ستوب بليدنج. بهيك أنا عملت بروتكشن للجسم من أنه يفقد الدم عبر الكلوتينج. ايضا الدم بيحتوي على الوايت بلاد سيلز اللي بتقضي على الفيروس والبكتيريا والباراسايت، فبالتالي من خلال السيركيوليتوري سيستم او البلد انا هيك بقضي او بحمي الجسم من الباثوجين من الامراض. وانا بروتكشن لانه الدم بيحتوي على اميون سيلز تحمينا من الباثوجين من الديزيز. وبهيك نكون انهينا ثلاث وظائف للسيركيولاتوري سيستم. طيب نرجع اللي بعدين. الان حكينا السيركيولاتوري سيستم عندي نوعين، كارديوفاسكولار والليمفاتيك سيستم، وضحناهم. طيب نبلش في الكارديوفاسكولار، نبلش باول كارديوفاسكولار سيستم، ناخذ مقدمه بسيطه. الكارديوفاسكولار سيستم يا جماعه نبلش في الهارت، بلش في الهارت، نعطي مقدمة. الهارت لما درسوه من ناحية أناتومي وجدوا أنه بيحتوي على أربع حجرات، four chambers، chambers غرف يعني chamber. الهارت عبارة عن مصل عضلة بتم، طبعا العضلة قابلة للكونتراكشن، وبالتالي بتم ضخ الدم من القلب البلد، لأنه الهارت عبارة عن مصل فبس اعتبروها بمب مضخة، وبتضخ الدم القلب إلى أنحاء الجسم، لأنه بدون بعدم وجود القلب الدم ما راح يوصل لأنحاء الجسم. هذا بلشنا في الهارت. النوع الثاني من أنواع الكارديوفاسكولار سيستم بلد فيزلز أوعية دموية. الآن يا جماعة بدنا نميز الأوعية الدموية، خلينا هنا نكتبها، خلينا ننزل لتحت شوي هنا. الآن الأوعية الدموية يا جماعة هي القلب كالآتي، حكوا أي شيء بخرج من القلب out بنسميه artery، أي شيء بدخل إلى القلب in من سميه فين، هاي قاعدة ثابتة. artery out طالع من القلب، انبوب تيوب، ها ترانك زي ما بدك تسميه، تيوب اي تيوب خارج من القلب artery، اي تيوب داخل الى القلب فين. الان هذا artery يا جماعة لما بخرج بالقلب من القلب بخرج حجمه كبير دياميتر، بعدين ببلش يتفرع على انحاء الجسم، بيروح على الكدني، بيروح على الليفر وريفر، واخر شيء بيلتقي في شبكه، هاي الشبكه اسمها كابيلاري. الارثي اول ما يطلع من القلب اسمه ارثي، لما يدخل على الاورجان داخل الكابيلاري، هاي بتكون دائما داخل الاورجانز يا جماعه. طبعا كل الكابيلاري اللي موجودة في الليفر مثلا عددها بالبلايين، مليئة بالكابيلاري، تحت الجلد مليء في الكابيلاري، أظن الواحد سنتيمتر من الجلد تحتيه 400 كابيلاري أو 4000 كابيلاري، كابيلاري مليئة. anyway اللي بدأ تقصده هون الكابيلاري هاي اللي نهاية الارتري بيشبك فيها، هاي الكابيلاري بتكون دائما موجودة في الأورغان، embedded مغموسة في الأورغان. الآن الأرتي أول ما يطلع من الهارت أرتي، بعدين بلش يضيق لما فوت على الأورغان، نهاية الأرتي هذا دياميتر اللي فيه قليل بنسميه أرتيريو، أرتيريوز. يعني لو سمينا هنا أرتي معناها وريد، وريد ها، الأرتيريو معناها وريد تصغير، وريد artery arterioles، بعدين بيجي عندي capillary. الآن دائما الارتري بنتهي في الكابيلاري،
نهاية الكابيلاري الآن، هاي الكابيلاري، نهاية الكابيلاري ببلش عند الفين. الفين الدياميتر فيه كبير، لكن لما يطلع من الكابيلاري من هون الدياميتر أقل، بسموه فينوس. فينوس أو بسموه فينول، زي ما بدك تسميه، يا فينوس يا فينول. وبعدين ببلش يكبر لما يصير فين. واضح المقارنة هاي؟ هذا كله اسمه blood vessels. اوكي؟ هاي basic concepts، هاي مبادئ بسيطة في الاناتومي. الان الكابيلاري يا جماعة، وجدوا انه الكابيلاري هاي مهمتها هي من خلالها بتم نقل المواد، محتويات الدم. الارتري والفين ما بيلعبوا دور في تبادل المواد، هم فقط بنقلوا محتويات الدم. التبادل كله بيصير عبر الكابيلاري، فهنا بنحكي الكابيلاري، هاي الكابيلاري بتم نقل المواد الى الانترستيشال فلويد ومنه الى الخليه. طبعا اي خليه في الجسم لازم المواد هاي من الكابيلاري تروح على الفلويد اللي حوالين الاورجن، اسمه انترستيشال، ذكرناه في بدايه المحاضرات، وبعدين بفوت على المحتويات هاي، بتفوت على الخليه. فضلات الخليه كذلك تخرج من الخلية الويست وبتروح على الانترستيشيال، ومنه بتفوت على الكابيلاري حتى نتخلص منها. فالكابيلاري بيعتبروها exchange pathway، هي المنطقة اللي بتم فيها نقل محتويات الدم إلى الخلية أو الانترستيشيال فلويد والتخلص من الفضلات فقط عن طريق الكابيلاري. واضح؟ واضح؟ واضح. طيب حكينا عن الهارت شوي، طبعا الهارت موضوعه كبير، blood vessels حكينا عنها شوي، والblood vessels موضوعها كبير رح نجيها بالتفاصيل. نيجي نحكي شوي عن البلد، النوع الثالث من انواع الكارديوفاسكولار سيستم، البلد. لما اجوا درسوا البلد يا جماعة لقوا انه بيحتوي على شغلتين، على بلازما وعلى خلايا اسمها formed elements. طيب شو المقصود بالformed elements؟ المقصود بالformed elements هي ثلاث شغلات: كريات الدم الحمراء red blood cell، النوع الثاني الـ white blood cells، والنوع الثالث الـ platelets. هذول سموهم formed element بالإضافة للبلازما، هاي كلها محتويات الدم عندنا في الجسم. الآن هاي formed element الـ red blood cell اسمها العلمي scientific name، الاسم العلمي اسمها erythrocyte، سموها إريثروسايت. الوايت بلد سيلز كريات الدم البيضاء اسمها العلمي لوكوسايت. البليتلت اسمها العلمي، هاي البليتلت مش كاتبينها، اسمها ثرومبوسايت. العلمية للformed element اللي هي كريات الدم سواء حمراء بيضاء وبليتلت. بليتلت صفاء دموية بسموها ثرومبوسايت. طيب الريد بلد سيل شو وظيفته؟ حكوا بنقل الأكسجين، أهم وظيفة للريد هو نقل الأكسجين. الوايت بدافع عن الجسم، immune defense، بقضي على الفيروس والبكتيريا. البليتلت حكينا قبل شو وظيفتها، تعمل كلوتينج، إذا صار نزيف البليتلت بتتجمع وبتمنع النزيف، تعمل blood clotting، تراكم، تكتل حوالين الجرح وتمنع النزف. الآن يا جماعة البلد اللي موجود في الجسم حجمه blood volume، حجمه في الإنسان الأدلت 5 لتر، فهنا التوتال blood volume حجمه يا جماعة 5 لتر. طيب نرجع اللي بعديها. الآن يا جماعة إذا أنا بدي أدرس
حجم الدم، يعني إذا أنا عندي الدم، هاي البلد عندي، بدي أشوف أعداد يا أخي، بدي أشوف البلد، حكينا بلازما، الريد بلد سيل، وايت بلد سيلز، بليتلت، بدي أشوف أعدادهم هذولا، بدي أدرس الفوليوم، أقيسهم، كم عندي كرية دم حمراء، كم عندي كرية دم بيضاء، كم عندي بليتلت في الجسم، شو حجم البلازما في الجسم. الآن يا جماعة حكوا بأخذ عينة دم من مريض، هاي عينة الدم البلد، بحطها في تيست تيوب، أنبوب مخبري بعبيه في الدم، بحطه في جهاز، هذا الجهاز بسموه سنترفيوج، طرد مركز، بحط الأنبوب هون، الأنابيب، وبتبلش هذا السنترفيوج يلف، بلف 1000 دورة بالثانية، أثناء لفه بفصل محتويات الدم، فبظهر معنا هيك، بظهر الجزء العلوي بلازما. المنطقة هاي الخط الأبيض اسمه بافي كوت، سموه بافي كوت، هذا الأبيض لأنه بيحتوي على وايت بلود سيلز، بيحتوي على بليتلت، واللي في الأسفل تراكم عند الريد بلود سيل. الآن ببلش أقيس والله قديش محتوى الوايت ولا البليتلت أو الريد بلود سيل في هاي العينة أو البلازما، وشو محتوياتها. من هنا أنا بدرس محتويات الدم. هاي العملية للقياس اسمها هيماتوكريت، بقيس فيها البيرسنتج مثلا اوف ريد بلاد سيل او الوايت بلاد سيلز او البليتلت او البلازما، سموها هيماتوكريت. طيب الان بلشنا حكينا، فصلنا محتويات الدم، نبلش ندرس في البلازما. هات البلازما، اخذ العينه وبلش يدرس فيها، حكى البلازما لونها سترو كلر، لونها اصفر وغير هيك مليئة بالماء. البلازما حكى بتحتوي على كل شيء، ايونز، هرمون، انزيم، انتي بوديز، بروتين. اوكي، البلازما فيها كل شيء. من البروتينات اللي موجوده، في اهم البروتينات وجدوا بالنسبه للبروتين في البلازما، حكوا وجدوا 3 انواع او 4. قالوا 70% من البروتينات بلازما اسمها البيومين، درسوا البيومين، و30 خلينا نحكي 25% لقوا جلوبيولين، والباقي خلينا نحكي 10% لقوا فايبرونوجين، كمياتهم كبيرة فايبرينوجين، والباقي تريس يعني بروتينات أخرى، لكن الأغلبية كانت لهذول الثلاثة، البيومين، جلوبيولين، فايبرونوجين. الألبيومين كان أكثر واحد فيهم، حوالي 80%. نبلش في الألبيومين اللي موجود في البلازما. قالوا الألبيومين هذا في البلازما يتم تصنيعه في الليفر، الليفر اللي بصنع. الآن وظيفة الألبيومين جوا الدم، هذا البروتين جوا الدم، عبارة عن ناقل، بنقل زي التاكسي، بنقل مين، بنقل وجوده هيك، ناقل البيومين، بطلع الماء برا الدم، برا الكابيلاري، او برجع الماء جوا الكابيلاري، بنقل المي، يعني بنقل المي خارج الجسم، خارج الكابيلاري اسف، او حكينا احنا هاي الكابيلاري، الماء بيطلع منها بروح على الانترستيشال فلويد، ومنه بروح على الخليه، او العكس، من الخليه للانترستيشال فلويد الى الكابيلاري. هون الالبيومين مليء في الكابيلاري، بتحكم في المي هاي اللي طالعه من الكابيلاري واللي داخل الكابيلاري، من هشان هيك بسموه انه بتحكم في الاوزماتيك بريشر، اي شيء بتعلق في الماء بنسميه اوزماتيك بريشر. ايضا وجدوا الالبيومين بنقل الدرج، الان اذا انت اخذت دواء، الدواء فات على الدم، مين اللي بنقل الدواء للجهاز المعني او الخليه المعنيه؟ الالبيومين، ناقل للدرجز، هيك بنقول ترانسبورت اوف درجز، بنقل الادويه جوا الدم في البلد، ان البلد، هاي الالبيومين انتهينا منه. النوع الثاني حكينا الجلوبيولين، الجلوبيولين وجدوا يا جماعه الجلوبيولين 3 انواع، واحد اسمه الفا، ثاني بيتا، والثالث جاما. قالوا ألفا وبيتا هذا يصنع في الليفر زيه زي الألبيومين،
وظيفتهم الألفا والبيتا وجدوها إنه بنقل الدهون. ها هاي هيك ألفا وبيتا جلوبيولين بنقل الدهون، الدهون في الدم بنقلها ألفا وبيتا، أيضا الفيتامين الذائبة في الدهون، كل شيء متعلق في الدهون بنقله ألفا وبيتا جوا الجسم وبروح على المكان المعني. النوع الثالث اللي هو جاما، جاما وجدوه انه ينتج في مكان اخر اللي هو الليمفوسايت، اللي هو بنتج وين؟ في البون ميرو، في البون ميرو، طبعا كلهم في البنور، بس الجاما وجدوه ينتج في السبلين، ينتج مش في الليفر، اوكي، في البون ميرو سبلين تون سيلز، هذول الليمفاتيك سيستم بيصنع فيهم. الجلوبيولين هذا جاما هو المسؤول عن انتاج الانتي بوديز يا جماعه، هو اللي بينتج الانتي بوديز الاجسام المضاده للفيروس، هذا الجاما جلوبيولين. مشان هيك الاجسام المضاده هاي سموها اميون مناعه جلوبيولين، ماخوذه من الجاما جلوبيولين سيلز. هذا النوع الثاني من انواع البروتينات، هي واحد اثنين، هذول اكثرهم البيومين والجلوبيولين جوا دمنا جوا البلازما. الثالث الفايبرونوجين يا جماعه، الفايبرونوجين وجدوه بتحول الى ماده اسمها فيبرين او فايبرين، وظيفته كالاتي، حكينا اذا واحد تعرض ل بلاد لوز لفقد الدم يعني بليدنج، ها صار نزيف عندك، تيجي البليتلت، حكينا بليتلت بتكتل حوالين، تمنع كلوت، تعمل كلوت، تتكتل تمنع نزيف الدم، بيجي الفايبرين اللي جوا الدم او الفايبرينوجين بخيط المكان هذا، بزيد تحكم، بحكم البليتلت من انه تلتصق وتمنع الدم نهائيا من الخروج. الفايبرينوجين هنا بيلعب دور في الكلوتينج فاكتور، اين يصنع؟ في الليفر، تحول الى فايبرين. الان وجدوا يا جماعه الفايبرين هي جوا الدم، هاي البلازما، هاي الدم، الدم ككل بلد، وهي البلازما اللي حكينا عنها قبل شوي. البلازما يا جماعه قالوا فيها حكينا البيومين جلوبيولين وفيها فايبرونوجين، قالوا اذا الفايبرونوجين هذا قضينا عليه عملنا له بريك داون عبر اضافه مواد كيميائيه كيميكالز ضفناها والفايبرين قضينا عليه، بصير الدم في هاي الحالة اسمه سيرم مصل. ليش جماعة؟ أي عين الدم تأخذها من جسم الإنسان، أي عين الدم تأخذها من جسم الإنسان تحطها في أنبوب، بعد 4-5 دقائق بتلاقيها تكتل، نشف، صار يتجمد. شو سبب التجمد هذا؟ الفايبرينوجين، لأنه كلوت بتكتل طبيعته بينشف الدم، إذا شلت الفايبرونوجين منه من الدم بيظل الدم سائل، بيظله سائل، فهذا بسموه سيرم. مشان هيك لأنه الفايبرونوجين بيعمل تكتل جوا الأوعية الدموية ممكن ينشف الدم، بعطوه الإنسان بعطوه أسبرين، الأسبرين شو بيعمله؟ مميع، بيقضي على الفايبرونوجين، بيعمله بلوك، فبتلاقي الدم صار يمشي في الأوردة والشرايين بشكل سهل. طبعا عند الناس اللي عندهم مشكلة هاي الأسبرين بيقضي على الفايبرونوجين، بحول الدم من بلازما إلى سيرم، سيرم سائل مصل. واضح لحد الآن يا جماعة؟ واضح دكتور. طيب البلازما فوليوم يا جماعة، البلازما فوليوم، خلينا نحكي البلازما جوا الدم حجمها، ايوه نحكي مين اللي عن الماء مثلا، بلازما اغلبها مي، اللي بتحكم في المي هاي جوا السامنة جوا الفين والارتري، هرمون يفرز من الدماغ من البرين من الدماغ من غد من خلية عصبية اسمها هايبوثالاموس، هايبوثالاموس
هايبوثالاموس هاي يا جماعه بتفرز هرمون اسمه انتي مانع ديوريتيك، هيها انتي ديوريتيك هرمون بسموه انتي اي ديوريتيك دي هرمون اتش اي دي اتش، هذا يصنع في الهايبوثالاموس في البرين. وظيفة هذا الهرمون بيروح على الكدني، بيروح على الكدني بقولها لا تطلعي لي المي، رجعي لي المي، رجعي لي المي، لا توديها على اليورين للكدني، رجعي لي المي على الدم. وبالتالي بيحافظ على بلازما فوليوم اسمه ADH. طيب يا جماعة احنا قبل شوي خلصنا، حكينا عن البروتين، حكينا عن الفورمد إليمنت، الريد بلاد سيلز، الوايت بلاد سيلز، والبليتلت. طيب خلينا نتعرف شو هم هذولا. بلش في الإريثروسايت، الريد بلاد سيلز، اسمها العلمي إريثروسايت. شو هي كرة الدم الحمراء؟ بقول لك هي كالآتي: واحد، طبعا فليت هي هنا، هي فليتد بايوكونكيف، هيك شكلها بايوكونكيف، منبسطة بايوكونكيف. الآن هاي الإريثروسايت من جوا ما فيها نيوكليوس، ليك نيوكليوس، ما في نيوكليوس. الصورة واقفة. الصورة واقفة، مش فاهم. الصورة واقفة على بلازما فوليوم، بس بعرفش لا عندي أو عند الكل. لا دكتور، بس عنده يمكن. لا عندك بس. شايفين الإريثروسايت؟ يا جماعة شايفين؟ دكتور، السلايد اللي في الإريثروسايت مبين. شايفة الإريثروسايت؟ دكتور. معناته عندك النت ضعيف. الإريثروسايت شكلها بايوكونكيف ديسك، ما فيها نواة، تخيلوا، ولا فيها ميتوكوندريا. الإريثروسايت يا جماعة من جوا بس فيها بروتين اسمه هيموغلوبين، هيموغلوبين بروتين رباعي، هيك 1 2 3 4. وظيفة الهيموغلوبين بيرمزوا له هيك اتش بي، هذا بروتين رباعي، كل جزء فيه بيحمل أكسجين. يعني الون هيموغلوبين بيحمل 4 ذرات أكسجين. طبعاً عدد الهيموغلوبين جوا الكرة الدموية الواحدة بالألاف، مليان، فل خلية الواحدة. الآن الأكسجين حتى يرتبط مع الهيموغلوبين وينقله في الدم بيحتاج إلى أيون اسمه حديد، آيرون. الايرون الحديد مهم جدا في الدم في الجسم، لانه بربط الاكسجين، بايندها، بايند الاكسجين مع الهيموغلوبين. بدون الحديد بيصير عند الانسان انيميا، اختناق، انيميا. الحديد مهم جدا، فوظيفه الاريثروسايت شبك الاكسجين مع الهيموغلوبين جواتها. طبعا لو نعرف قديش، هنا نرجع شوي، قال لك الإريثروسايت في الواحد ملي متر، ملي متر مربع، في الون ملي متر مربع فيها 5 مليون ريد بلاد سيلز. يعني تخيلوا الواحد ملي متر مربع من الدم فيها 5 مليون ريد بلاد سيل. أما الوايت بلاد سيل في الملي متر مربع حوالي 7000. شوفوا هنا في المليمتر مربع أو مكعب، آسف، 7000. أما في المليمتر مكعب اللي هو كيوبيك مليمتر بتلاقي الريد بلاد سيل 5 ملايين، أما الوايت بلاد سيل 7000. فهنا بدل على كثرة الوايت بلاد، آسف، الريد بلاد سيلز، واللي هي بتحتوي في داخلها على الهيموغلوبين. واضح؟ واضح؟ واضح دكتور. طيب الآن قالوا الإريثروسايت عمرها 120 يوم، بتعيش 120 يوم.
بعد ال 120 يوم يا جماعة كريات الدم الحمراء الريد بلاد سيلز بتروح على السبلين بعد 120 يوم سير اولد السبلين بيحطمها وبيحولها هاي الريد بلاد سيلز الى هيم مادة اسمها هيم لونها ابيض بعد ما يحولها لهيم الهيم بيروح في الدم على الليفر على الليفر الليفر بيحول الهيم الى بايل لونها اصفر البايل هاي لحظه شوي بالله البايل هاي شو بتعمل في الليفر وظيفتها بتهضم الدهون انت لما تاكل وجبه فيها دهون في السمول انتستين البايل بتهضم الدهون فما في شيء بيروح عندنا هباء منثورة كريات الدم الحمراء بعد 120 يوم تتحول الى بايل تروح على السبلين تتحول لهيم هيم بتروح على الليفر تتحول لبايل لحظه شوي ألو نعم دكتور معك دكتور سامعيني يا جماعة سامعينك دكتور شو اللي صار بس فصل النت صح شكله دكتور طيب نكمل دائما اخي النت مشكلة هذا الانترنت anyway. شايفين السلايد ولا لا شايفين دكتور تمام دكتور طيب قلنا احنا يا جماعه انه الاريثروسايت الاولدر تتحول الى جوه السبلين الى هيم والهيم بيروح في الدم الى الليفر وبتحول الى بايل والبايل مسؤول عن هضم الدهون في المعده طبعا بعد 120 يوم لأن تتذكروا أنا أطلع هنا بقول لك الأولدر إريثروسايت are removed بتروح فاجوسايتوسز يعني جوه السبلين فاجوسايت
فاجوسايتوسيس سيلز بتحطمها وبتحولها بتوديها على الليفر حكينا سبلين والبولمر وفي الاخر بتحول لبايل. الان انا قلت انه كريات الدم الحمراء من جوا بتحتوي على هيموجلوبين، هذا هيموجلوبين، الهيموجلوبين الرباعي كل ذره فيه تحمل اكسجين. بوجود مين حكينا؟ بوجود فقط الحديد، الحديد هو اللي بيعمل بايندينج. نكبرها للشكل، ليش انا بزغر في الشغلات هاي؟ كبرها هيك. هي الريد بلاد سيلز جواتها بروتين رباعي اسمه هيموجلوبين، بعطيه اتش بي. كل ذره فيه ترتبط مع الاكسجين، حتى ترتبط بدها حديد ايرون. الان الخليه الواحده من الريد بلاد سيل طلعوا قديش فيها يا جماعه؟ 280 مليون في الخليه الواحده، ايتش اريثروسايت، مش في الالاف، بالملايين، 280 مليون. اوكي طيب، اسم حكينا احنا حتى الاكسجين يرتبط مع الهيموجلوبين بايند، واللي يقدر الانسان يتنفس مع الهيموجلوبين اتش بي بده حديد. الحديد هذا بيتم تحصيله في الغذاء من الفود. الان جوا الامعاء الدقيقه السمول انتستاين هي المكان الوحيد اللي بيتم فيه امتصاص الغذاء وبيروح الدم. الان لما يدخل الحديد، اذا انت اكلت وجبه فيها حديد، الحديد هذا اللي بنقله بوديه على الدم على الريد بلاد سيلز. البروتين اللي بنقل الاف اي الايرون الحديد، هذا البروتين اسمه ترانسفيرين، بنقل الحديد من الغذاء من الامعاء الدقيقه الى الهيموجلوبين، ترانسفيرين بنقل الايرون. ايرون مشان هيك يا جماعه، اذا الايرون لا سمح الله الايرون هذا صار فيه ديفيشنسي، ديفيشنسي خلل، صار في نقص، ببطل الاكسجين يرتبط مع الهيموجلوبين، فبالتالي بيصير عند الانسان ايش؟ اختناق. فاذا واحد صار عنده ايرون ديفيشنسي لا سمح الله بيصير عنده اختناق، بيصير عنده انيميا، سموها انيميا، انه فقر دم، يعني المقصود فيه الاكسجين ما بيرتبط مع الهيموجلوبين، مشان هيك بيصير ياخذ ادويه فيها حديد، يصير ياخذ ادويه فيها حديد. قديش احتياجاتك يوميا؟ الان انا في بقول لك البون مارو، بون مارو ما هو حكينا البون مارو هذا النخاع العظمي هو اللي بيصنع الدم، كل تصنيع الدم البلد محتوياته اللي هم الريد والوايت والبليتلت يصنعوا في البون مارو. البون مارو بيصنع في اليوم 200 بليون من الريد بلاد سيل، تخيل يوميا. هذول ال 200 بليون من خلايا الدم الحمراء اللي جواتهم هيموجلوبين، حتى يرتبط معهم الاكسجين يوميا بدك حديد، يوميا لازم غذائك يكون فيه حديد. قديش بدك حديد؟ بدك 20 ملي جرام حتى يرتبطوا حديد، حتى يربط الاكسجين مع ال 200 بليون ريد بلاد سيل. وال 1 ريد بلاد سيل فيها 280 مليون هيموجلوبين، تخيل قديش بدك؟ 20 ملي جرام من الايرون كل يوم. هذول من وين بتحصل عليهم؟ من الفود. شو الاغذيه اللي فيها ايرون يا جماعه؟ اي هيك مجرد يعني نطلع عن الخط شوي، شو الاغذيه اللي فيها ايرون؟ اي شيء اخضر دكتور. تاكد اولموست. ادخلوا لي على معكم موبايلات، خليني انا ادخل اشوف. والله لحظه هذا هيك فور انترستينج، يعني احنا بدنا كل يوم 20 ملي جرام ايرون يا جماعه. دكتور الار دي اي اتوقع انه اخر دراسات 14 ملي جرام، بس ما اعرفش انتبهت انه 20 للادلت، اتوقع هيك ما اعرفش اذا 14 اكثر ولا 14 لا 14 هو الار دي اي از بي يو اس اف دي اي.
اه حسب الاف دي هو كله كونكتد يعني 14 20 كلها قريبه عرفت. لا قصدي دكتور انه لانه في مجال شغلنا كان فيه بنشتغل على حديد هو الار دي 100% تبعه الديلي ريكويرمنتس اللي هي 14 ملي جرام بس أربعة. الشركات طبعا بتصنع 30 ملي جرام اللي انت الايرون بتلاقيها. نعم طيب بلا خلينا نشوف شو الاغذيه اللي فيها ايرون. هاي فود كونتين ايرون نشوف بالله. هاي بقول لك سيلفيش اللي هو شيلفيش اللي هي الاسماك سبينيتش سبانخ الاغذيه اللحوم زي اللي بكله اللي هو الكبده فيها كثير ايرون الليجومز ريد ميت التركي اللحوم اللي هي التركي اللي هو ايش الحبش اوكي البولتري دواجن يعني اللحوم بشكل عام سواء كانت دواجن اسماك لحوم حمراء هاي كلها مليئه بالايرون. خلينا اشوف بالله حسب الاف دي اي شو فيها هاي الاغذيه اللي فيها ايرون الاوراق سبينش. نعم تفضلي بحكي حتى الدارك شوكليت فيها كمان ايرون دارك شوكولات. نعم هاي كلها مليئة في الايرون فاحنا بدنا يوميا 20 ملي جرام من الايرون حتى ما يصير عندي مشاكل في التنفس او حتى الجسم يقوم بنشاطه بشكل كامل. اذا قلت الكمية هاي بصير تشعر بالاعياء في التعب وهكذا. طيب anyway نكمل. خلصنا من الاريثروسايت نيجي على اللوكوسايت. لوكوسايت طيب والله اللوكوسايت هاي بدها محاضرة كاملة يا جماعة. اللوكوسايت هاي بدها محاضرة كاملة بس خليني أعطي فيها انترودكشن بعدين بنكمل عليها. طيب نيجي على كرة الدم البيضاء اللوكوسايت أو بسموها هذا في الأمريكان سبيلينج أو الريتن أما في البريطاني بسموها لوكو بحطوا سي محل الكي لوكوسايت لما تشوفهم كلاهما نفس الشيء لوكوسايت إما بالكي أو سي. anyway كريات دم البيضاء ال white blood cells الآن حكوا ال white blood cells يا جماعة نوعين درس ال white blood cells تحت ال light microscope أخذت عين الدم وفصلتها حسب الهيماتوكريت وأخذت ال white blood cells وبلشت أدرس فيها تحت الميكروسكوب ال light microscope يعني هيك تحت الميكروسكوب هاي الميكروسكوب نفرض خدت عين الدم الوايت بلد سيلز وبلشت أدرس فيها شو وجدوا؟ وجدوها نوعين وجدوا نوع فيها خلية فيها حبيبات سموها غرانيولوسايتس أي خلية فيها حبيبات. والنوع الثاني وجدوا خلايا ما فيها فاضية ما فيها غرانيول سموها A غرانيولوسايتس A معناها نن ما فيها غرانيولوسايت كلاهما فيهم نواة فالوايت بلد سيل فيها نواة وفيها ميتوكوندريا بعكس الريد بلد سيل ما فيها الريد بلد سيل لا نواة ولا ميتوكوندريا. طيب الآن وجدوا ميزة في الوايت بلد سيلز خلينا نرجع بالله شوي على الهارت هاي الارتري هاي الكابيلاري هاي الفين وهاي هنا هي الارتري هاي الفين هذا ارتري هذا فين هاي كابيلاري هاي الدم ماشي الدم هنا البلد ماشي في جوا الارتري والفين في كرة دم بيضاء حكوا في ميزة بس بكرة دم البيضاء إلها قدرة على الخروج من الدم عبر الكابيلاري تطلع برا الدم وين بتروح هاي الوايت بلد سيلز بتروح اندر تيشو تحت الانسجه او اندر ذا سكن تحت الجلد تطلع برا الدم كله بتصير تحت
بتروح بين التيشو عندنا بين الأورجان تحت الجلد. هاي فقط ميزة في الوايت بلاد سيلز. عملية خروج الوايت بلاد سيلز من الدم إلى خارجه تحت الجلد بخرج من الكابيلاري هاي من خلال فتحات. الكابيلاري هاي لو اجيت ادرسها تحت الميكروسكوب بتلاقيها هيك يا جماعة، خلايا اندوثيليال تيشو فيها فتحات هيك، شبابيك ويندوز او بورز بسموها، ثقوب تخرج منها الوايت بلاد سيلز. كيف بتخرج؟ زي اللي طالع من الشباك، تكون ضيق هيك. هاي العملية بسموها سكويزنج، زي اللي بده يطلع من دفة الباب، الشباك اللي في الباب مثلا ضيق، بصير انت هيك تلف بحالك عشان تطلع. هاي العملية بسموها سكويز. العملية خروج الوايت بلاد سيلز برا الدم بسموها ديابيديسيز او بسموها اكسترا فيزيشن، او خلينا على الديابيديسيز استخدموها اكثر. هاي ميزة بس بكرات الدم البيضاء مهمة جدا، بعدين نحكي شو بتفيدنا. الآن نرجع، كرة الدم البيضاء حكوا اللوكوسايت فيها نواة، فيها ميتوكوندريا، درسوها تحت الميكروسكوب وجدوا في حبيبات، في إشي فيه حبيبات سموها جرانيول حبيبات، وفي إشي ما فيها حبيبات سموها إي جرانيولوسايت. واضح؟ أي حكينا جرانيولوسايت وإي جرانيولوسايت. طيب المرة الجاية نوقف لهون يا جماعة، بدناش نطير بكفي. المرة الجاية راح نذكركم الوايت بلد سيلز فيها خلايا جرانيولوسايد، حط هيك جي حبيبات، وخلايا ما فيها اي جرانيولوسايدز. بس نوقف لهون يا جماعة. في حدا عنده اي سؤال؟ دكتور ممكن سؤال؟ هلا بخصوص الفابرينوجينز، از ات ات كود بي ريفورمد يعني بالجسم؟ لما قلت انه الفابرينوجين اذا له علاقه بالبليدنج، هلا نعم هو بيصير له ريفورميشن؟ نعم. هلا الفايبرينوجين طبعا هاي معلومه خارجيه يا جماعه الموضوع، الفايبرينوجين جوا الدم هي او النفرونه، هاي الفايبرينوجين. الفايبرينوجين راح يجي عليه بتحول الى فيبرين، راح نحكي شو الطريقه اللي بتحول فيها. وظيفة الفايبرينوجين بخيط البليتلت، عبارة عن ستريم خيوط بتخيط مكان الجرح، يعني بيجي البليتلت بتكتل اوتوماتيكلي، وراح نشرح كيف البليتلت تتكتل، شو الميكانيزم اكشن، شو الفسيولوجيكال بروسس راح نجيها. الفايبرين خيوط بروتينية بتخيط البليتلت حتى تمنع النزيف وبتعطي اللون البني هذا في الجرح. لان اذا انا قضيت على الفايبرينوجين، المواد اللي بتقضي على الفايبرينوجين هي الأسبرين، هيبرين، أي كلها تأخذوها بعدين، الإيديتا، لأن في أنابيب عندي فيها إيديتا، أنابيب تستيوب، إذا ضفت عليها الدم بيقضي على الفايبرين، ظل الدم سائل. في مواد كثيرة، واضح؟ الهيبرين موجود في الـ في الـ في خلايا كرات الدم البيضاء. الأسبرين يتم تصنيعه، طبعاً عارفين شو الأسبرين ولا مش عارفين شو هو؟ الأسبرين موجود في أوراق الشجر، اكتشفوا عالم شو اسمه، والله ناسي شو اسمه، اسمه سكليز ولا أوكسليز، أنا ماليش علاقة في الأدوية كثير، بس الأسبرين اكتشفوه في أوراق الشجر، وجدوا أنه بخفف الصداع، هذا طريقة اكتشافه. anyway ما علينا، نوقف لهون. الوايت بلاد سيلز جرانيولوسايت اي جرانيولوسايت. في اي سؤال يا جماعه؟ شكرا دكتور. العفو يا جماعه. السؤال يا شباب، شو هذا؟ اذا ما في اسئله يعطيكم العافيه، نشوفكم ان شاء الله المحاضره القادمه. السلام عليكم. عليكم السلام.